FM. الكل مليك. دونك مرحبا بكم في المستر تيك. بداية من 2016 النافيغاتور الجديد متاع مايكروسوفت باش يكون حاضر. النافيغاتور هذا اسمه ايدج، حكينا عليه ديجا عنا اشهر دونك مع السيستم ديكسبلوتاسيون الجديد ويندوز 10 متاع مايكروسوفت اللي هو ايدج، باش يكون موجود في الويندوز 10 في 2016. لكن اللي خلي النافيغاتور هذا يبطى شوية في الانترنت انه ثم كيلكو اكستنسيون قاعدين يحضروا ويعاودوا في الـ في الـ في الفورماسيون متاعهم. دونك هذا كل حسب بلانينغ نتاع لي انجينيور من مايكروسوفت. دونك نافيغاتور هذا ما نعرفوش كان خفيف والا رزين، اما اللي نعرفوه نحنا اللي نافيغاتور هذا باش يعوض انترنت اكسبلورر 1000%. Dans le cadre du projet européen City Mobile 2, il est dur حالياً في Grèce. Donc بعد Grèce يزم الذوب. هاي Grèce ما تعرف. اللي هي اليونان. اللي هي في اليونان. اللي قاعد يدور في اليونان. وبعد شحم اليونان. أمريكا اليونانية بر. تعبني من هذا. Donc بعد ال voitures sans conducteur متاع جوجل اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت وقتها وقف أبو ديس. اليوم مينيبوس sans conducteur تمت التجربة متاعها تحت اسم روبو سيتي. دونك المينيبوس هذية تم تصنيعها من طرف الشركة الفرنسية روبو سوفت. المينيبوس هذي قابلة تهز 10 أشخاص. بربي لحظة هاي هانا وقفنا. لا ما نخفوش المينيبوس هذية تهز 10 أشخاص. بربي أمان أضرب المينيبوس. دونك المينيبوس هذية تهز على الماكسيموم 10 أشخاص أكهو، والسرعة متاعها ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعة. دونك تمت التجربة متاعها وبرمجتها حسب الكراسة للشروط متاع شركات النقل العالمية وحسب نوعية الحوادث اللي لازم يتفاداوها، وأكيد جدا باش يتجنبوا التلوث لو ماكسيموم. نحكيو على 5G وبعد الكونفيرونس مونديال دي راديو كومونيكاسيون سي ام ار اللي تجمع تقريبا تو لي زوبيراتور تليفونيك في خصوص ال 5G والكونسيبت نتاعها وخاصه الانستالاسيون. هذه اهم النقاط اللي حكيو عليها. دونك حسب الكونفيرونس هذه كما بوند جديده دي فريكونس باش يتم تركيزها، واللي باش تكون محصوره بين 470 ميجا هرتز و 694 ميجا هرتز. الفريكونس هذه توا يستعملوا فيها حاليا في ال 5G، يستعملوا فيها حاليا في ال 4G اللي توا ديجا معناها بداوا الاستعمال نتاعها في تونس من تونسي تيليكوم. دونك حبوا يحسنوا فيها وماشيين ويحسنوا فيها وطوروا فيها خاصه ال 5G. دونك حسب الاحصائيات توا 60% من المواصلات 60% من المواصلات في العالم كونكتي بال 2G اكهو. معناها العالم قلت لك البارح اما كنت 2G قلت لي انت قلت لي 2.5 بسونس. دونك بال 2G وفي حدود 2019 60% من المواصلات باش يوليو كونكتي بال 4G وال 4G بلس. دونك المعلومه باش بربي للمعلومه باش يوليو يستعملوها معناها يستعملوا دي راديو دي زوند راديو مليمتريك. معناها توس لي فريكونس نتاعها ما بين 500 ميجا هرتز و 1 جيجا هرتز. دونك علاش لي فريكونس هذيا؟ خاطر الكاليتي على خاطر الكاليتي دو لارجور وتكون باهيه من ناحيه البروباغاسيون. 5G هذه تكون حاضرة إن شاء الله في 2020. باش متعودوا تتفرجوا في اللعب ذري في اللعب ذري هذا على الباج فيسبوك بتاعنا راديو كاب اف ام وإلا www.kabradio.tn. كاب اف ام الكل مليك.